صباح الفل يا كوتش. ايه اللي معادك في المدرجات؟ الحكم طردك ولا ايه؟ هما نفس الجملتين بتقولهم لي كل ما تشوفني. طب جدد. طيب ما انا لو اعرف عنك اي حاجه جديده كنت جددت. اجيب منين يعني؟ بلاش قفش بقى بهزر معاك. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل نهى. يا حلو يا جامد. برافو برافو يا علي. بس اقول لك على حاجه، انت بنت جدعه. وقفتك مع نوع علي بينت لي انك ذكر وبنت راجل كمان. كلام حلو. شكرا. لعيب قوي الواد ده ما شاء الله. ربنا يحميه يا رب. تفتكر الواد ده هيطلع ساوي ولا موت عمر ممكن يأثر فيه؟ الأب ما يتعودش في حياة أي حد، هو الظهر والأمان. بس أنت ممكن تساعد في الموضوع ده على فكرة. أعمل إيه بقى؟ أكتر حاجة ممكن تضايق علي إن الناس هتحسسه إنه زين. فخليك أنت بقى الفاضل فكر. صاحب عليه واخرجه وتعرف عليه وإنجيج كده. بس من غير ما تحسسه إنك بتعمل ده. أنا على طول بعمل كده يعني، هينجيج أكتر من كده إيه؟ أروح أخطب له. تصدق ان انا غلطانه اصلا وانا بكلمك؟ ما انت بتقولي كلام غريب قوي، كله تلميحات انجيج وخطوبه. ايه مش كرامه خالص. حصل ما هو ده اللي انت فالح. طب انا عندي سؤال والله. لا بتكلم بجد اهو. ليه بقى قلعت النضاره والبستيه؟ انت مالك؟ انا عايز اطمن عليكي بس، لا يكون عندك برد في عينيك ولا حاجه. يا عيلو يا جامد، ايه الحلاوه دي؟ ايه الله. عامل ايه؟ ازيك يا نوح؟ كله تمام الحمد لله. اللي خلصنا خلاص؟ ايوه. يلا يلا بينا. خليك انت يا سلمى، احنا عيلة في بعض. تعالى بقى قول لي عملت ايه؟ جبت كام جول؟ كداب قوي، كانوا ستة المرة اللي فاتت. انا شاكة فيكوا، هو انتوا رايحين فين؟ انا مش فاهمة انت ازاي موافقة اصلا؟ انا لو عندي ابن عمري مرضى ان هو يبقى مع واحد زي ده. ليه يعني؟ ده انا مربي فاضل. قول لها يا عم احنا رايحين فين؟ اظن الاطفال ما بتكدبش. هنروح نلعب بلاي ستيشن. هنروح نلعب بلاي ستيشن اهو. وبيعلموا الكذب كمان. انا اكذب؟ سامحها يا رب. خلي بقى عينيك ما بين الاثنين دول، شايف دي؟ ايوه ايوه. افرد دراعك، افرد دراعك. ايوه كده اهو. يلا اتنفس وما تستناهاش بقى. يلا 1001 1002 1003. برافو برافو. بص بقى يا عم سيف، طريقة شغلنا غير طريقة شغلكم خالص. ها؟ احنا بنشتغل بدماغنا يعني، لازم نهدى عشان نعرف نفكر عشان نوصل للي احنا عايزينه. يعني بص من الاخر كده، ما تعملش حاجه ولا تتكلم غير يا اما اطلب منك يا اما تستاذني. تمام؟ طب افرض عايز اروح الحمام يعني، اقول لك ولا اروح من نفسي؟ لا اله الا الله. ما انا بسالك يا صابر اعمل ايه، مش انت اللي بتقول. لو سمحت ده مش وقت هزار، انا بتكلم بجد. انا ماضي على مسؤوليتي الشخصيه انك تبقى معايا في المهمه دي. تمام؟ طب انت بتعمل ايه؟ بتلاقي ايه دلوقتي؟ بفك لك الاستيكر، شكلك احداث قوي. انت مالك انت بتشوف؟ وحش وحش. انت مالك وحش ولا حلو؟ ولا عربيتك ولا عربيتي؟ عربية سماح اهو يا عم. وانت عارفها زنانة وهتقعد بقى تقرفنا. حاضر حاضر. سوري يا ستيكر، سوري يا ستيكر، سوري يا حبيبي، سوري سوري. سامحتك يا واد. كده معلومة عن تاجر المخدرات بيتعامل مع نفس المهرب اللي دخل فيه فورمات. واحنا جايين دلوقتي عشان نقرر الصبي ونتعامل مع تاجر المخدرات ده. باش انا ما اعرفش حاجه، انا الحمد لله ربنا كرمني، ولا اعرف مهربين ولا تجار مخدرات. يا ابو سيد يا ابو سيد ما تبقاش عبيط. انا مش عايزك انت ومش عايز تاجر مخدرات، انا عايز معلومه بعيد عنكم خالص، وانا في ظهرك وبحميك. يا باشا الكلام ده ما بيتقالش قدامي خالص، انا اصغر من اعرف حاجه زي دي خالص يا باشا. انت من شهرين مش مدخل شحنه مخدرات، انت مختار. خليك معايا، انا في ظهرك وحميك. في معلومه صغيره عايز اعرفها وخلاص. يا باشا اللي وصل لك كده غلطان. يا باشا بالراحه. طيب يا باشا ليه كده؟ طيب يا باشا يا باشا بالراحه، حرام عليك يا باشا. خلاص طيب يا باشا، يا باشا بس بالراحه. طيب خلاص انت يا ابن الجاي اتكلم والله اتكلم. خلاص يا باشا حرام عليك. لا وش يا باشا، خلاص يا باشا حول وشي. حرام عليك. تؤمر بحاجه يا ابو السيد؟ الف شكر يا باشا، كده تمام قوي. انفع مباحث؟ ايه ده شغل مباحث ده؟ ده شغل عربجيه. احنا هنقعد نرغي؟ مش جبت لك المعلومه؟
افرض اللي ما كانش معاه المعلومه، كان موقفك بايه دلوقتي؟ ما غرفه ده وانا بستجوب صيدلي، ده تاجر مخدرات. سيف طريقتك دي غلط، يعني غلط. تشتغل معايا تشتغل معايا بطريقتي، مش عايز تشتغل معايا ترجع قطاع تاني. ردا على السؤال اللي كان احد الاخوه المجاهدين بيسالني، ان احنا ليه ما بنجاهدش في تل ابيب؟ انا بقول ايه بقى؟ في عدوين، عدو بعيد وعدو قريب. علشان نحارب اسرائيل لازم نبدا بالعدو القريب. لذلك حق الجهاد على الطواغيت العرب قبل ان يحق على اسرائيل. انا عارف ان ده عشان يحصل هنخسر كتير من الدماء والشهداء، لكن دول بإذن الله هيكونوا في أعلى مرتبة عند ربهم. قال الرسول الكريم في حديثه الشريف: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. بقول لك يا سماح، واللي لهم مش فاضلهم مش كل صغيره كبيره، ما لهمش دعوه ولا زفت. تقلقش يا محمد، ان شاء الله خير. صباح الفل. صباح الخير. ازيك سماح؟ صباح الخير يا زيد. يلا خلي بالكم على نفسكم بقى. ها، السلام عليكم. ايه ده يا محمد؟ ايه الخربوش ده؟ خربوش يا سماح، اعمل لها ايه؟ يعني رايح رفض. معقول يا محمد؟ هتستلم عربيتك امتى بقى ان شاء الله؟ كمان يومين ثلاثه الصبح يا سماح، واتكل على الله. سماح انا مش عارف اقول لك ايه والله. تقولش حاجة يا سيف. اركب يا ابني اركب. حاضر، بواسيها بواسيها. اعمل ايه؟ اتفضل، خد بالك بقى وانت طالع عشان ما يبقاش خربوش وكبوت. بقولك يا ابو العز، قول لي، تفتكر الناس بتاعتنا لو مسكوا الحب ممكن يبقى لينا منصب في البلد دي؟ طبعا هيحطوني انا وزير مفرقعات وانت مساعد اول وزير مفرقعات. انا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. انت شاكك فيهم؟ لا انا يعني بستفسر بس. انا اللي عايز استفسر، انت طمعان في الجنه ولا في السلطه؟ الاثنين. طب انت لما تموت وتنول الشهاده ضامن انك تروح الجنه؟ طبعا ضامن اني اخش الجنه. امال احنا بنعمل كل ده ليه؟ يبقى ركز مع ربنا، أنا شايف إن الجنة أقرب لك. وعددهم كام حتة؟ تقدر تقول 800 حتة. بس دي كمية كبيرة. هو في حرب ولا إيه؟ لا، هنوزعهم على العيال في العيد. ما تخلينا في المفيد عم مسعد. الدنيا دي تخلص بكام؟ فلوسها كام؟ تعرف الحاج إبراهيم ترسا؟ يعني ما أعرفوش شخصياً بس نسمع عنه طبعاً. إشمعنى؟ في حاجة غلط. الواد هرش. ها؟ غالبا. اخش الحمام واجي لكم. سيف دي قاعده راجع لك، ما تتحركش من جنبك. ماشي. هي يا سيف ما تتحركش، لو سمحت بجد. كبوت يا عم، ترد على البارد فيها صابر. لا 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 لا
تحمريان هرب كده خلاص بعد كل ده. الحمد لله. اركب يا صابر. ايه ايه هنروح فين تاني؟ طب ما نركب ناخد اوبر. طيب لا اله الا الله. معلش معلش بس الصابر. الحمد لله على فكره هرب خلاص. هتطلع له بغيره. لا طب نجيبه ناخد اوبر ولا كريم ولا اي حاجه. شوف شوف بس كل ده. واحد الناس واحد الناس واحد الناس واحد الناس حصل اليوم. حصل اليوم. حصل بلاستيك. وحدي. ايه ده؟ الله يخرب بيتك يا حبيبي. الله يخرب بيتك. تعالوا نركبوا ليه؟ بلاستيك ها؟ كده يا جماعة حواليها ايه طيب؟ تعالى يا موح. انت فين يا محمد؟ ايه يا روح؟ انا فين؟ انا في الشغل يا سماح. هكون فين؟ طب انا عايزة العربية. عايزة العربية؟ هجيبها لك. الدوشة والزيطة دي ايه ده انت فين؟ الدوشة والزيطة دي؟ لا راكبين موتوسيكل. ايه؟ يقول ايه؟ انت بتضحك على ايه يا محمد؟ مبسوط يا سماح. انت مالك؟ محمد العربية تجي دلوقتي. سلام. وانت مش كنت رايح الحمام؟ او تلاقيك شخيت على روحك.
عطلان ولا ايه؟ محتاج زقه؟ نزلت ايه؟ مش محتاج زقه، انا محتاج اطلع يا باشا. طلع لي يا باشا مصيبه. طب لما ندردش مع بعض شويه، ده حتى الجو حلو. خلي ندردش يا باشا، وماله ندردش؟ السي فور اللي انت دخلته مصر من كام شهر اديته لمين؟ السي فور ايه؟ انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. مش فاكر. ها؟ ما اعرفش. يبقى دماغك محتاجه زقه. اهو خلاص خلاص. طب ما تخلص وحياه امك، انا مش فاضيلك. اديته لمين؟ واحدة ست ما اعرفش اسمها، بس انا صورتها بالموبايل بتاعي. انا متعود بصور اي حد ما اعرفوش بالموبايل. فين الموبايل ده؟ موبايل في جيبي والنعمه. هاته في جيبي. والله هجيبه ازاي؟ انا ايه بقى لازمته كل العفره دي؟ عاجبك العربيه بتاعت الراجل؟ انا عليا ليك يا باشا. وطلعني ابوس ايدك يا باشا، ما تسيبنيش يا باشا. عارف يا سيف، طول عمري اعرف ان انت مجنون. اول مره اعرف ان انت مجنون واهبل. احنا كنا ممكن نموت عادي مع الواد ده اللي انت عملته. هنعمل ايه بقى مع السنيوره؟ مش معاك صورتها؟ وانا بكره هجيب كل بياناتها. لا، ما انا مش قصدي على دي، انا قصدي على سماح. هتعمل معاها ايه؟ سماح؟ لا سماح خلاص انا هطلقها. ده اخر كلام؟ طب حس كده بقى، خد مفتاح عربيتها اهو. بطلع مع الورق. انت مأمن؟ ها؟ نعمل عليه ولا ايه؟ دي الحاجه الوحيده اللي بقت في العربيه سليمه يا راجل. اه استنى وريني كده. انت بس الحته دي حايشه عندك، نايمها بس يا صيف. دي بقى الشعر نايمها برضه من زمان، مش عارفين. ايه يا حبيبي؟ الا اول ما مش جاي لي نوم. انت اللي صحاكي. مش عارفه انام من غيرك. مالك؟ بقالك كام يوم متغير؟ فيك حاجه؟ قلقان شويه. الحاجات المطلوبه مني انفذها هتقلب البلد، ساعتها هيبقى صعب نعيش فيها. ازاي؟ مش هيسيبونا. يهمكش، من امتى واحنا بنخاف من الناس والخلق واحنا بنرضي ربنا؟ في ايه يا مروان؟ انت كده هتخليني اقلق عليك. بفكر نطلع برا البلد. ازاي؟ والحاجات اللي لسه ورانا هنا؟ هعملها. هما مش هيسيبوني اسافر لو ما عملتهاش. عشان كده انا بجهز لك الورق، بحول فلوس. سافري تسبقيني وانا هحصلك. شروق عثمان محمد. دي كانت بتشتغل موديل اعلانات، ومن 8 سنين كده فكت طلعت برا البلد، سافرت على بلجيكا. شفت عليها دي؟ رفع عنوانها، جمعتها فيسبوك بتاعها، الانستجرام، حتى اعلانات اللي عملتها. اي خطوه خطوه البنت دي عايز اعرفها. ها صوره اعلاناتها. اهلا اهلا اهلا. اكلم امك في التليفون تقول لي رايح جنينه الحيوانات. انت هتبوظ الواد ده على فكره. ها بدل ما تخليه يروح يلعب ملاكمه ولا يضرب شويه نار، جايبه جنينه عشان يتفرج على شويه عصافير. عصافير ايه؟ انا جاي اتفرج على حيوانات. حيوانات؟ حيوانات ايه بقى ان شاء الله اللي انت عايز تتفرج عليها؟ فهمني. عايز تشوف القرد؟ ما احنا بنشوف القرد كل يوم في التلفزيون. لا على فكره، هو كان جاي يتفرج على الحمار الوحشي، وكويس ان انت جيت عشان تتفرجوا عليه. يعني الحمار الوحشي؟ طب اتكل على الله، اتكل على الله. يلا يا كوتش الدوري هيضيع. السخافه بقى اللي انت فيها دي، انا اللي مخرجه علي النهارده على فكره. عايز تيجي معانا اهلا وسهلا، مش عايز تيجي اتفضل. افهم الكلام، افهم الكلام. عايز تيجي معانا اهلا وسهلا. ايوه معلش، هتريح لي ظهرك عند الجدي اللي هناك ده على مفرجه التمساح. يلا بينا. الله، ازاي يعني؟ هو في طفل يكره جنينة الحيوانات؟
بقول لك على حاجه، وانا صغير كنت في المدرسه يعني، وكان متعود ان اللي يجي ياخدني كان ابويا او امي عشان نروح يعني. وبعدين لقيت عمي داخل عليا ولسه قدامنا ساعه ونروح يعني، فقلت له خير في ايه؟ قال لي انا هوديك جنينه الحيوانات. فرحت جدا وجيت معاك جنينه وقعدت الفها زي اللهبل بتاعي اكتر من 9 مرات. الحيوانات زهقت مني لحد لما الناس خلاص بقى طردتنا هيقفلوا. فهمت بقى بعد كده ان هو بيعمل كل الفيلم ده عشان يلهيني. يلهيني عن ايه بقى؟ ما كانش عارف يقول لي ان ابويا وامي ماتوا في حادثه عربيه. من ساعتها بقى وبقت قاطع، ما بقتش احبها خالص. طب ودلوقتي؟ بالنسبه للحيوانات ولا في العادي يعني؟ بالنسبه ان انت جيت هنا تاني؟ لا النهارده الموضوع مختلف تماما. انا حاسس ان الجنينه احلى قوي. لا والله. وربنا. ليه بقى خاله ماس محروقه بس كانت جنينه الاسماك؟ دي احكي لك قصتها بقى بعدين. مش هترسيني بقى الحوار اللي احنا رايحينه ده؟ ده انا امك بنت صاحبة الصورة، بنت مش عايشة معاها. سألت عن التجربة ما عندناش حل تاني، نشوف هنوصل لإيه. سيف، قسما بشرفي لو فتحت بقك أو اتصرفت أي تصرف من دماغك هحرجك وأطردك وأخليك تسيب